السلام عليكم. هي أول مشاركة في المقهى؟ ليس أول مرة، ولكن أعتقد هذه السنة تعتبر أكثر وأكبر المشاركة للصين في معرض كتب دولية. كم عدد معارض شاركتها؟ هذه المرة الثانية، المرة الأولى قبل 3 سنوات. هل مشاركة الصين في المشهد الثقافي المغربي موسمية أم طيلة السنة؟ موسمية، هي موسمية. كيف الإقبال ديال المغاربة على 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 الزوار؟ لأن حضرنا كثير من أنواع الكتب في مختلف المجلات، فكل زوار يأتي إلى هنا يمكنهم أن يبحث الكتب لهم، فأعجب كل زوار كثيرا.